الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها في 30 عام، لكن المؤمل أن النفط سيظل النفط والغاز سوقا لعقود قادمة نظرا لدورها في توفير الطاقة بأسعار معقولة. طبعا في خلال السنوات القادمة الماضية شهدت صناعة النفط والغاز ناميا، وساعدت أوبك كثيرا في الحفاظ على استقرار الأسعار، وزاد الاستثمار في إنتاج النفط الصخري، لكن وجود النفط الصخري جعل من الصعب على الأوبك القيام بضبط السوق وإيقاع الأسعار والبلنس، يعني المخزون أو التوازن في الأسواق. الأسعار ممكن تشهد ارتفاع إلى 60 إلى 50 وفيها في السنة القادمة و60 في السنة اللي بعدها. طبعا خرجت علينا بعض البيوت أو بعض البنوك مثل جيبي مورغان بأن الأسعار ممكن تصل إلى 190 دولار خلال الفترة القادمة، لكن من المرجح أن هذه التوقعات لا تحمل أساس ومسوغ جدي. كما ذكرت من أعظم الأماكن بعد، يعني عندنا القطاعات التي تأثرت كثيرا، قطاع المنبع، قطاع التكرير. بالنسبة لحركة النقل الجوي، حسب اتحاد النقل الجوي اياتا يتوقع بأنه لن يعود قبل أو لن يبدأ التعافي ويظهر بصورة يعني 2019 أو إلا خلال سنتين أو ثلاثة مع عودة الرحلات الداخلية، ثم يليها حركة الطائرات الدولية. اتفاق أوبك بلس بلا شك هو الركيزة الأساسية في إعادة توازن الاستقرار للأسواق بعد مخاوف الانهيار. الشركات النفطية العالمية مثل بي بي، مثل شيل، مثل شيفرون، مثل إكسون، مثل إيني، قلصت استثماراتها في الصناعة النفطية وبدأت تتوسع توجه هذه الاستثمارات إلى المصادر الأخرى للطاقة، والذي يعني تنوع الاستثمار في جميع مصادر الطاقة.